لله كان نبغي نشكر اللاعبين على هذه المقابله اللي قدموها. حنا درنا ماتش اللي كانوا كيتسناو منا الجمهور باش نثبتوا للجميع باللي الاتحاد الاسلامي الوجدي اي تيران كان فيه راه كيقدم واحد الكره اللي هي جيده. الحمد لله ما تاثرش لنا ثلاث نقاط. حنا كنعرفوا كوكب مراكشي فريق ماشي سهل، عنده لاعبين كبار، عندهم لاعبين حرفيه كما كنقولوا في هذا القسم. نتي اونكيسينا واحد الهدف الشوط الاول، كان شويه ديال التراخي ومع شويه ديال العياء. حنا ما كناش مأدبطين مع كما عرف الجميع، درنا ان بريباراسيون اللي في عشب اصطناعي وفي لحظه قال لك تلعب في الكازون ناتشورال. الحمد لله حنا ما كنقلبوش على الاعذار، ما جامي قلبنا على الاعذار. حنا كما كنقولوا هازين واحد اللوغو اللي هو كبير، اللي كان هازين واحد التوني اللي تبارك الله كبير، وبغينا نبرهنوا للجميع بلي الاتحاد الاسلامي الوجدي راه فارق كبير وما كانتو ما بين الكبار. الحمد لله كنبغي نشكر هذا الجمهور هذا اللي حج معانا بكثره، ونبغي نشكروا حتى الجمهور ديال كوكب مراكشي. كانت مباراه في واحد النطاق اللي هو روح رياضيه كما كنقول. الحمد لله نساو علينا هذا الماتش، نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا وبالنسبه لهم حتى هما. نقلبوا باقي هذا الماتش الاول في لافاز روتور، باقي مقابلات 14 مقابله ان شاء الله، نحاولوا نديو لهذا الفارق هذا المراتب الاولى باش ناخذوا ثلاثه نقاط. ولكن كنظن على انه اللاعبين قاموا باللي عليهم، لان الفرقه اللي بدات ورا الفرقه اللي سالت كنظن على انه اللاعبين كانوا متحمسين وكلنا كنا متحمسين باش ناخذوا ثلاثه نقاط. كنظن انه كنا غاديين في هذا الاتجاه لولا الهدف المباغت اللي استقبلنا. كنظن على انه خصنا نخدموا على الفعاليه الهجوميه، لانه اتاحوا لنا عده فرص اكثر من الخصم، وفرص اللي فعلا اللاعبين قاموا باعداد هجمات اللي هي فعلا جيده وجيده جدا. فرضيات ديالنا دارت الفرق ثلاث اطوار المقابله، ولكن اللي باقي كينقصنا هو اننا نحاولوا اننا نقتلوا المقابلات في الوقت المناسب، لانه اللي جينا نحسبوا العدد ديال الهجمات سواء في الضربات الثابته او في الحملات المضاده او في بناء اللاعب فهو عددها كبير، ولكن كان خاصنا نقتلوا المقابلات لان كره القدم ما كتعترف الا بلغه الاهداف. كنظن نزيدوا نعملوا على هذا الجانب هذا باش نكونوا ان شاء الله باش نكونوا احسن واحسن ونخدموا على الهدف اللي باغاه العائله الكوكبيه هو الصعود لقسم الوطني. حنا فخورين بالجماهير ديالنا، وهذا هو اللي كيقلقنا اليوم، لانه الجماهير كانت تستاهل انها ترجع لمدينه مراكش بثلاث نقاط، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نتمنى من الله سبحانه وتعالى نعوضوا لهم هادشي في الدورات المقبله ان شاء الله. نشكر ما نزابيش لوكازيون، نشكر الجمهور ديالنا اللي كيساندنا في كاع لي ماتش. دوزيامون قلنا ان كرو ميرسي لي جوار اللي كانوا عطاو بوكو في هذا لي ماتش. كما شفت كان فوليوم دو جو انورم، كان ان انكاجمون ديال لي جوار. كنا صراحة اون ديسو، كنا باغيين لي 3 بوان في لونطام ديال لافاز ريتور. الماتش الاول كان خصنا لي 3 بوان. الدراري داروا كل شيء بصراحة، فاصل الكاسيم داروا كل شيء ما كتبهاش الله. نتمناو من الله عز وجل اللي كرمنا في لو بروشان ماتش وناخذوا لي 3 بوان ونعاودوا نبداو في المسيرة المزيانة ديالنا. شكرا شكرا. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.